بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. امبارح كان عيد التجلي واحنا في صوم العذراء، وعيد العذراء بعد بكره، مناسبات جميله. ونسمع عيده ولا ايه؟ صح، مناسبات كثيره فبيصيف. لا يغلبنك الشر. الايه دي جت في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل روميا لصح 12، والحقيقة صح 12 كله ده منهج روحي وسلوكي كامل، يعني حتى أن قداسة البابا شنودة الثالث كان عمل كتاب في الإصحاح ده بس، وخد كل جملة وكل آية وكل كلمة فيها، واتكلم عنه كتاب أكتر من 200 صفحة. لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالإيه؟ بالخير. اللي عايز يعيش باستقامة في الحياة اللي احنا فيها دي، الحياة الأرضية، ويوصل للسماء، كفاية عليه الآية دي: لا يغلبنك الإيه؟ بل اغلب الشر بالخير. يعني بس مش حاجة سلبية ان انا يعني الشر ما يغلبنيش، يعني ما يجيش عن، لا ده انا كمان اعمل الإيه؟ اعمل الخير. منهج روحي. انا عايز بس اقول الآيات من أولها شوية، من قبل كده، يعني دي الآية رقم 21، رومية 12:21. رومية كام؟ 12:21، اللي هي: لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. أنا عايز أقرأ بس من عدد 17 عشان نشوف المعنى متكامل على بعض. من عدد 17 بيقول: لا تجازوا أحدا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب: لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب، فإن جاء عدوك فاطعمه، وإن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. بالجزء الاخير من الاصحاح بيتكلم عن ايه؟ انا بتعامل ازاي مع الناس، انا بسلك ازاي وسط الناس. هل الوصية هتبقى هي مبدأ حياتي، ولا اللي انا هشوفه حسب فكري او حسب نفسيتي؟ هتعامل ازاي، حسب نفسيتي وحسب أفكار العالم، ولا حسب الوصية اللي بتحكم سلوكي؟ الجزء ده بيقول كده. دي آخر آية: لا يغلبنك الشر. موقفي إيه من اللي بيعاديني أو بيظلمني؟ موقفي إيه من اللي بيكرهني أو بيحسدني؟ موقفي إيه اللي ماسك لي على الكلمة ومن غير سبب، من غير سبب كده؟ هل أنت تلاقوا حد واحدة كده يعني تقول لك انا يعني ما بحبكيش لله في الله كده كده؟ طب ليه؟ ما فيش سبب، هو كده. موقفنا ايه من الناس دول؟ كلمه لا يغلبنك الشر في الانجليزي يبان يعني معناها اكتر، معناها يقول له don't be overcome by evil. overcome by evil يعني ايه؟ ما يغلبكش الشر، يعني ما يجيش فوق دماغك، ما يجيش فوق راسي، يعني ما يتسيدش عليك، يعني ما يتسلطش عليك الشر، ما يقهركش الشر. ده المعنى المقصود، ما يهزمكش الشر. مش ما يهزمكش الشر معناها ما تخليش حد يظلمك فتدافع عن نفسك، لا، انت ما تخليش الشر يدخل جواك فتنتقم لنفسك. هو ده الايه؟ ده المعنى المقصود. Don't be overcome by evil، يعني ما يسيطرش عليك، ما يقهركش، ما يتغلبش عليك الشر، ما يذلكش، ما يذللكش كده ويمشيك زي ما هو عايز. لكن ايه؟ but overcome evil with good. يعني ايه؟ اغلب انت الشر بالايه؟ يعني تسيد انت على الشر، خليك انت اعلى من الشر ومن الغلط، خليك انت اللي تهزمه. يبقى انت اللي ليك الايد العليا، يعني انت الاراده بتاعتك اللي هي ايه؟ تغلبه. باي جود، جود اللي هو الايه؟ الحاجه الحلوه، الحاجه الحسنه، الحاجه الصالحه. عشان كده حتى الكلمه جود دي في الانجليش احنا بنقولها جود، جود لك يعني ايه؟
حظ سعيد، حظ حاجة كويسة يعني، حسن. في القبطي بصنانيف، بصنانيف اللي هي بنترجمها في صلاة الشكر، حتى لما أبونا يقول نيزي بصنانيف نمنات ارنفري صهني امو ونان، اما الصالحات والنافعات فرزقني الصالحات، يعني العمل الصالح. يعني انا عشان ما اخليش الشر يغلبني، انا اغلب الشر بالعمل الصالح او العمل المستقيم او العمل الحسن. يقول يروا اعمالكم الايه الحسنة فيمجدوا اباكم الذي السماوات. وحسب الحاجة اللي في قلب الواحد بتخرج، صح ولا لا؟ بيقولك كل اناء ينضح بما ايه، بما فيه. يعني كوباية فيها مية تطلع مية، كوباية فيها سم هتطلع ايه، هتطلع سم، صح ولا لا؟ السيد المسيح قال الانسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، اللي هي الجود بصنانيف دي. اغلب الشر بالايه، بالصالح، بالخير، بالحسن. والانسان الشرير من كنز قلبه الايه الشرير يخرج الشرور. يبقى لازم اغلب الشر ده. ليه؟ لان وعود ربنا هي لمين؟ للغالبين فقط. سفر الرؤيا الصح الثاني والثالث، ملائكة كنائس سفر الرؤيا السبعة، السيد المسيح يكلم كل اسقف منهم او كل ملاك، وفي الاخر يقول له ايه؟ وعد. ايه هو الوعد؟ لمين؟ يقول له من يغلب، من يغلب. في كنيسة افسس يقول ايه؟ من يغلب فسأعطيه ان يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. كنيسة سميرنا يقول من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. برغاموس يقول له من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفى، وأعطيه حصاة بيضاء، وعلى الحصاة اسم جديد مكتوب لا يعرف أحد غير الذي يأخذ. ده مين ده الذي يغلب؟ الغالب. سياترة يقول ومن يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطانا على الأمم. يحفظ أعمالي اللي هي أعمال المسير، وأعمالكم حسن اللي هي بتاعت أغلب الشر دي. سردس يقول من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضا، ولن أمحو اسمه من سفر الحياة، وسأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكتي. كنيسة فيلادلفيا يقول من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي، ولا يعود يخرج إلى خارج، وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهي واسمي الجديد. آخر كنيسة اللي هي لوديكيا يقول من يغلب فسأعطيه أن يجلس في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. يبقى وعود السماء والحياة الأبدية والفرح هي لمين؟ للغالبين. مين الغالبين دول؟ اللي بيغلبوا الشر بالايه، اللي بيغلبوا. يبقى لا يغلبنك الشر بل يغلب الشر بالايه، بالخير. الشر صعب جدا، الشر صعب. ده الشر غلب الملائكه، الشر غلب الملائكه اللي فكر في الكبرياء وقال اضع كواكبي فوق وكرسي فوق كواكب اصير مثل العلي. مش ده شر دخل فيه؟ مش الشر غلب اول انسان ربنا خلقه اللي هو ادم وحواء؟ كان يعرف الخير بس وعايش في الخير، قال لك لا، ما اكل من شجرة معرفة الايه، الخير والايه، فغلبوا الشر. عشان كده الانسان اللي بيقترب من الشر او الغلط او الخطية بيتغلب، لازم يتغلب. محدش يقدر يقف قدام الشر. مفيش حاجة كده يقول لك لا انا قد الخطية دي وقد النظرة دي وقد الكلمة دي وقد الادانة دي وقد، مفيش، ما يقدرش. لازم ايه؟ لازم هيتغلب. لكن السيد المسيح اعطانا النصره واعطانا الغلبه، لان هو جه عشان يدينا الايه؟ يدينا الغلبه دي. حتى في التجربه على الجبل انتصر على الشيطان وادانا الايه؟ ادانا النصره. وقال لك في سفر الرؤيا على المسيح الجالس على الفرس الابيض خرج غالبا ولكي ايه؟ ولكي يغلب. انا علشان اغلب الشر اغلبه بايه؟ سفر الرؤيا 12 في ايه جميله جدا احنا حافظين، يقول وهم غلبوه على الشيطان، هم اللي هم المؤمنين، هم غلبوه بدم الخروف وبكلمه شهادتهم
ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. قال لنا ثلاثية الغلبة دي. ايه ثلاثية الغلبة دي على المشتكي وعدو الخير اللي هو اصل كل شر يعني، اللي بيغلب الناس بالشر؟ اول حاجة هم غلبوه بايه؟ بدم الخروف. دم الخروف اللي هو الايه؟ دم المسيح اللي هو الخلاص، او اللي هو بقى يدخلني فكر الخلاص، يبقى في داخلي في فكري دايما بفكر في الخلاص الابدي، فكر في السماء، فكر المسيح عمل ايه. مش كده بولس الرسول يقول البسوا خوذة الخلاص، الخوذة اللي هي بتتحط على الايه؟ على الراس. يعني خلي فكرك منشغل دايما بالايه؟ بخلاص المسيح، اللي هو يترجم عندنا دلوقتي بايه؟ توبة. سر التوبة والاعتراف، انا بفكر في خلاص عشان كده بتوب، عشان لو جوايا شر وما توبتش عنه الشر ده غالبني فمش هدخل الحياة الابدية. يقول لك ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا، ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم. يبقى فكر هم غلبوه بايه؟ بدم الخروف. ويقول لك وكلمه، وبكلمه شهادتهم، الكلمه كلمه الشهاده اللي هي الوصيه، كلمه المسيح، لان الوصيه هي الخير واي حاجه ضد الوصيه هي الايه؟ هي الشر. عشان اعرف اعمل او عشان اعرف ايه هو الخير، ايه هو، طب ايه هو الخير؟ هو الوصية، هو الحب، هو ان انا اقدم، ودي الوصية. انا ازاي بعرف ان انا غلطت؟ ان انا بخالف الوصية، فهو ده الخطأ، هو ده الشر، هي دي الخطية. فالوصية هي الايه؟ هي الخير. يبقى لم يحبوا، هم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، ولم يحبوا حياتهم. يعني ايه؟ يعني الواحد ما يحبش ذاته، مبقاش عنده كبرياء، ما يبقاش هو مركز الكون، حاسس ان هو كل حاجة، كل الناس لازم تخدمه، كل الناس لازم تقدره، فايه؟ ماسك في نفسه، ماسك في ذاته. لكن لم يحبوا حياتهم، بذلوا حياتهم من اجل المسيح، قالوا الارض دي رخيصة. فالواحد ده اللي هو بيشتاق دايما للسماء، اللي هو عايش حياة الاستعداد، هي دي بقى اللي ايه؟ اللي لم يحبوا ايه؟ لم يحبوا حياتهم. دي ثلاثية الغلبة. أول حاجة دم الخروف اللي هو التوبة والاعتراف، كلمة شهادتهم اللي هي الايه؟ الوصية. الحاجة التالية لم يحبوا حياتهم، هي حياة الايه؟ حياة الاستعداد للسماء. الواحد ما يقدرش يمنع الشر يجي عنده. حد يقدر يمنع؟ حد يقدر يمنع فكرة تدخل جوه الواحد، فكرة غلط؟ لا. لكن بالتأكيد النتيجة أنا اللي بتحكم فيها، صح ولا لا؟ النتيجة بتاعتها يا إما أغلب يا إما تغلب، حاجة من الاثنين. وإحنا طالما بنعيش في العالم ده يبقى الشر حوالينا من كل حتة، لأن العالم وضع في الإيه؟ العالم وضع في الشرير. ومين رئيس هذا العالم؟ الشيطان نفسه، اللي هو الشر، اللي هو الشرير، هو ده رئيس العالم. طب وإحنا، إحنا مرسلين في العالم، مرسلين للإيه؟ عشان نكرز بالمسيح، نكرز بالخير. قال كده ها أنا أرسلكم كحملان وسط زي، فإحنا حملان. عشان كده لما أنا باجي أفكر ورد على الشر والبس توب الذئاب، بسيب توب الحملان، الحمل اللي هو إيه؟ ما يردش، الحمل اللي هو يحتمل، الحمل اللي هو يغلب الشر. عشان كده انا ردي فعلي بيبقى موقف من موقفين. الموقف الاول ان انا انسى ان انا حمل وابقى ذئب. يقول لك انت وسط الذئاب ايه؟ تذئب، ما اعرفش يقولوا كده في الامثال يعني، انت وسط الذئاب ايه؟ خليك ذئب زي، لا عشان ايه؟ ما ياكلكش. ده ضد الوصيه، ده ضد كلام المسيح، ده ضد المسيحيه. لا يقول لك ايه بقى، خليك جامد كده، خليك جامده كده، جيرانك دول اللي بيزعقوا ويشتوا خليكي زيهم عشان يخافوا منك. اه امال ايه؟ امال ياكلوكي؟ يفتكروا ان انت يعني سهله؟ لا، هي بتقول لك كذا قولي لها انت كمان كذا وكذا، يا سلام، عشان ايه؟ عشان تبقي زيها. لا، ما هو ده بقى الغلط، ده يبقى غلبك الايه؟ ده يبقى غلبك الايه؟ الشر. يقول لك عين بعين وسن بسن، اللي يقول لي كلمه اقول له ما اعرفش، اقول له 10
بتاعتنا دي خالص. يقول لك لا غير معرفش بإيدك وغير معرفش بسيفك وغير بلسانك. لا ده مش المنهج الايه، ده مش المنهج المسيحي، ده بالعكس ده كده انت اتغلبت. يقول لك تقول لك اوعى حد يضحك عليكي بالكلام، ردي لها اللي معرفش ايه صعصع عينه ومعرفش، لا ده انت اللي اتغلبتي. تقول لك اغلبيها اضحكي عليها، لا بالعكس ده انت اللي اتغلبت من الشر، ده انت بقيتي زيها. واحنا لما بندخل في الموضوع ده بصراحه يعني احنا اللي بنطلع خسرانين، لان احنا مش هنقدر على الشر ده، بالعكس الشيطان هيتجبر اكتر علينا ويتملك علينا اكتر. هي القضيه دي محسومه، لما بنعمل زي العالم، العالم ياكلنا مش بناخد حقنا، لا ده احنا بنتاكل، مش بتاعتنا دي، اصل احنا الكتالوج بتاعنا مش كده. فلما بعمل حاجه، لما اجيب موبايل مثلا واستخدمه بطريقه غير طريقه الكتالوج، هيحصل في ايه؟ هيبوظ، فاحنا هنبوظ، هيدخلنا الشر ونتحول، بنتغير خالص، ننحرف عن المسار بتاعنا. يقول لك لا تشاكلوا هذا الايه، هذا الدهر، ليه؟ النتيجه محسومه لابليس وللشر والاشرار، هم بيعرفوا يعملوا كده، احنا بنعرفش، ومش منهجنا، ومش هينفع معانا الايه، مش هينفع معانا الاسلوب ده. ده الموقف الاول، براحتك خلاص، عايز تخسري نفسك وتخسري نفسيتك وتخسري حياتك الابديه، خلي الشر يغلبك. طب عايزه تكسبي حياتك الابديه، اغلبي انت بقى الايه، عشان الموضوع محتاج جهاد. ده الموقف الاول. الموقف الثاني ان انا احمل الصليب واخرج ورا المسيح، من اراد احد ان يتبعني فليحمل ايه، احمل صليب المسيح، صليب الوصيه، هو ده السلاح بتاعي، سلاح الخير، حتى مع اللي بيعمل لي كذا وكذا وكذا، ده المسيح، ده شكل الانسان المسيحي. اسالكوا سؤال، ليه الشر لسه موجود في العالم برغم ان في مسيحيين والمسيح جه وخلص العالم؟ ليه؟ طبعا عشان ابليس موجود، عشان حاجه ثانيه، عشان احنا مش منورين. صح ولا لا؟ هو احنا مش شايفين، فاكرين ايام العالم لما كان وثني والاضطهاد، مين اللي قدر على الثاني؟ الكنيسه قدرت على الوثنيه ولا الوثنيه قدرت على الكنيسه؟ الكنيسه انتصرت. انتصرت بايه؟ بالثوره، بالسلاح، بالضرب، بان انا اجبر الناس ان هم يبقوا مسيحيين؟ لا، الكنيسه انتصرت بالاستشهاد. تقول ازاي؟ هي كده طريق السماء كده، ان انا انتصر بالايه؟ بالخير. فعشان كده العالم ما اتغيرش، عشان احنا لسه مش عارفين نغلب الشر بالخير، مش عارفين نعمل الخير لغايه دلوقتي مع الاشرار او مع الاعداء. في سفر الامثال يقول لا تقل كما فعل بي هكذا افعل به، ارد على الانسان مثل عمله. تقول لي ما هي عملت كده، هي قالت وهي اتكلمت، ما تعمليش زيها. امثال 24 نفس الاصحاح يقول المتفكر في عمل الشر يدعى مفسدا. امتى الواحد يغلبه الشر؟ لما يقابل الشر بايه؟ بشر. لما يقول قالت لي كده هقول لها، لما يعمل معيار بمعيار، في الحاله دي يروح جايب يحط على النار ايه؟ بنزين، فشعل الاكتر، مش كامش هتتحل ابدا خالص. انا بعمل ايه؟ بحط بنزين على الايه؟ على النار. ده المنهج بتاع اهل العالم بالظبط، ده اللي بيضيع نفسه، ده اللي بيفقد مكانته في السماء. تفكرين داود كان عايز يعمل ايه في نبال؟ فاكرين نبال؟ هقول لكم الموضوع ايه. داود كان مطارد من شاول في الوقت ده، لسه ما كانش بقى ملك، وشاول بيجري وراه في كل حته، وكان في واحد اسمه نبال كان عنده يعني مواشي وعنده خرفان وعنده غنى، وكان لما كان داوود والناس اللي معاه موجودين في المنطقه كان بيحميه. فراحوا هناك فقالوا الله، قالوا لداوود ده نبال بيجز الغنم، ودي حاجه يعني ايه، خلاص يعني بيجز غنم الصوف وهيبيعه ويبقى معاه، طبعا احنا الدنيا عندنا يعني ماسكه شويه،
ما نقول له ان شاء الله يكون تمن الايه الحراسة اللي كنا بنحرسها له. فراح بعت له قال له ده داود يعني كل سنة وانت طيب يعني يدي حاجة للناس. فطبعا نابال رد عليه رد قاسي جدا وشتم داود. داود يعمل ايه بقى؟ قال لك هقوم عليه هخلص عليه وعلى كل اللي معاه، مش هيطلع عليه الصبح خلاص. مش هو شتم انا رد عليه اضعاف. لكن حصل ايه بقى؟ ابيجايل تطلع في الايه؟ ابيجايل دي هي الخير اللي ظهر قدام داود، هي دي الوصية. هي دي الحكمة، الحكمة هي الوصية. لان كلمة الله تصير الجاهل ايه؟ حكيما. فطلعت له قالت له بقى ايه؟ قالت له لان الرب يصنع لسيدي بيتا امينا، لان سيدي يحارب حروب الرب. ما تحاربش انت حروب نفسك، ما تنتقمش النفس، ده انت بتحارب حروب مين؟ حروب الرب. ولم يوجد فيك شر كل ايامك، ما تعملش الشر. وقد قام رجل ليطاردك ويطلب نفسك اللي هو شاول، ولكن نفس سيدي لتكن محزومة في حزمة الحياة مع الرب إلهك. قلت له ما تفرطش في الحياة اللي فيك. وأما نفس أعدائك فليرمي بها كما من وسط كفة المقلاع، يعني ربنا هيطيرهم من قدام وجه. ويكون عندما يصنع الرب لسيدي حسب كل ما تكلم به من الخير من أجلك ويقيمك رئيسا على إسرائيل أنه لا تكون لك هذه، يعني الفعلة دي اللي انت هتعملها، لا تكون لك هذه مصدمة ومعصرة قلب لسيدي أنك قد سفكت دما عفوا أو أن سيدي قد انتقم لنفسه. قالت له دي وحشة في حقك قوي، ما تعملهاش، انت أكبر من كده بكتير، دي هتضيعك الحتة دي. لو انتقمت لنفسك ايه؟ هتضيع، مش هتبقى انت داود اللي ربنا بيحبه، تبقى واحد تاني، هتتغير. مش كده؟ خلي بالكم لما الواحد يخلي الشر يدخله وينتقم لنفسه او يرد على الشر بشر، انا اللي بخسر، انا اللي بتغير، انا اللي بتكسر، انا اللي بخسر مكانتي. زي داود كان معرض في اليوم ده انه ما يبقاش ملك على اسرائيل، ان ربنا يرفضه زي ما رفض شاول. فقال لها ايه بقى؟ نور الموضوع، نور قدامه، شاف خير. هو داود كان فيه حاجة حلوة، مش كده؟ ربنا كان بيحب ان حتى لو غلط يتوب. لو حد قال له ان انت اللي هتعمله غلط كان يتراجع. فاكرين لما نثان راح له وقال له انت الرجل؟ قال له قد اخطأت الى الرب. قال له طب والرب نقل عنك خطيئتك لا تموت. كان سريع التوبة انه يرجع ايه؟ يرجع لنفسه بسرعة. فحتى لو فكر بالشر ما يكملوش. فقال لها مبارك الرب إله إسرائيل الذي أرسلك هذا اليوم لاستقبالي. لذا ربنا اللي بعتك عشان إيه؟ عشان ما غلطش. أحيانا تكون واحدة شديدة أو كده وعنيفة وقلبها مليان، فواحدة تقول لها طب اهدي، ورب تقول لها أبدا اوعي معرفش، وتكمل في الشر. امبارح كنت بكلم مع واحد موضوع يقول لي ده لو ربنا نزل لي كده مش هغير كده. للدرجة دي؟ ده انت مغلوب من الشر، خلي بالك لا يغلبك الشر. ومبارك عقلك ومباركة انت لانك منعتيني اليوم من اتيان الدماء وانتقام يدي لنفسي، هي دي. ولكن حي هو الرب اله اسرائيل الذي منعني من اذيتك انك لو لم تبادري وتأتي لاستقبالي لما ابقي ذكر لنبال الى ضوء الصباح. ما كانش هيعيش ولا لي حد هيعيش ده لما كنتش انت جيتي وقلت لي على الايه؟ على الخير. يبقى ده امتى؟ لما يغلبني الشر. طب امتى تغلب الشر بقى؟ لو قابلته بالخير. يبقى انا بعمل ايه؟ بحط ميه على الايه؟ على النار، صح ولا لا؟ المره اللي فاتت حطينا بنزين فالدنيا ايه؟ كلها ولعت، كلتني وكلت الكل. لكن المرة دي انا هعمل ايه؟ انا احط مية. ده منهج مين؟ ده منهج اولاد الله، ده منهج اهل السماء، مش منهج الشيطان. عشان كده يقول في رومية 12 برضو 17 زي ما قلنا، مش لا تجازوا احدا عن شر بشر، معتنين بامور حسنة قدام جميع الناس. الانسان اللي بيستخدم العنف النتيجة ان هو بيتأذي،
بيتسبب له اذيه اكثر مما يتوقع. يعني هو بيفتكر ان هو انتصر. انت انتصرت عليها كده وخدت حقك وخلصت عليها، خلاص انت خرستيها، انت اديتيها الضربه القاضيه، افتكرت ان انت انتصرتي. مره واحد عمل كده، عمل كده في اخوه، فاكرين قايين؟ قايين اتغاظ من هابيل، صح ولا لا؟ ده ما كانش فيه شر كمان، يعني هابيل ما عملش شر، الراجل كان بار وشهد له انه بار، لكنه ايه؟ فكر انه هينتصر عليه، فكر انه هو هيتغلب عليه، فراح قتله. فكر خلاص كده ودار العمليه وسكت خلصت. لكن ايه؟ هو كده انتصر؟ لا، الوصيه فضلت وراه، صوت ربنا وراه، اخوك فين؟ قال له انا حارس لي. ما الواحد احيانا لما بيغلط، احيانا سامحوني يعني، بيعمل ايه؟ بيعمل عبيط يعني، مش انا، مش واخد بالي، اصل لا غصب عني ما حصلتش، لا لا يمكن، يا بجد كده. وهو ايه؟ قاتل مع سبق الاصرار والطر. احارس انا لاخي؟ قال له دم اخوك بيصرخ ليا، انت فاكر يعني عشان ما حدش شافك انا هسكت؟ ده انت الشيطان والشر غلبك، انت فاكر ان انت انتصرت على اخوك؟ بالعكس، ده انت اللي ايه؟ هزم. ده هو هيروح السماء وانت مش هتروح. فالواحد بيتوهم ان هو ايه؟ انه انتصر. هو بيأذي روحه، بيأذي ان في حاجة اتكسرت جوايا، خلاص ما بقتش زي زمان لما الشر دخلني. انا ما كنتش كده، كنتش بتعامل كده، انا كنت بسامح، بقيت دلوقتي مش عارف اسامح. ليه؟ الفيروس دخل والميكروب دخل وسبته يرعى. ان راعيته اسما في قلبي لا يستمع لي الرب. فلا، ده اتهزم. لكن الناصح اللي كان ناجح، ده الذي كان الرب معه، يوسف كان انسانا ناجحا. ده ما انتقمش من اخواته. ده لما شاف الشر جاي عليه قال لها كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. ده ما غلبوش الشر، حتى لو دخل السجن، حتى لو قالوا عليها دي ما بتعرفش تاخد حقها، حتى لو قالوا عليها دي غلبانه، حتى لو قالوا عليها دي طيبه، ربنا بيحب الطيبين، ربنا بتاع الغلابه، اللي ما بينتقموش لنفسهم، اللي ما بياخدوش حقهم بايديهم، اللي ما بتشتمش لما حد بيشتمها، ربنا يحب دول. لا شتمونا يدخلون ايه؟ قلت الله ده ما انتقمش بقى من اخواته، ساب الشر وما انتقمش من اخواته. قال لهم الرب قصد به خيرا، انتم قصدتم به شرا، الرب قصد به خيرا، خلاص لا تخافوا. بعد ما مات ابوهم يعقوب عملوا ايه؟ بقوا يترعشوا، يوسف هيخلص، هينتقم مننا السنين دي كلها. قال لهم لا تخافوا، ما تهمكوش، لا 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 مش انا، ده انا من مين؟ ده انا ابن ربنا، مش انا اللي اعمل كده. مش كده السيد المسيح قال لا تقاوموا الشر؟ قال احبوا اعداءكم، باركوا لعينيكم، احسنوا الى مبغضيكم، وصلوا من اجل الذين يسيئون اليكم ويضطهدونكم. كان يقصد ايه؟ ان احنا نغلب العداوه بالمحبه، مش بالبغضه، مش بالكراهيه. وعمل لنا الدرجات الاربعه دول. يعني احيانا لا، واحده مثلا يعني بتعادي واحده، لا طب معلش حبيها، ما اقدرش احبها، دي مستعدياني، انا ما عملتش فيها حاجه، دي هي اللي بتقول وانا بستحمل بس مش قادره. يقول لها طيب، ده رقم اربعه دي الطب. طب ننزل درجه، استاذ المسيح قال احبوا اعدائكم، دي يعني ايه؟ المستوى العالي. طيب ايه؟ باركوا لعيني. طب بارك، يقول لها الله يباركك، برضه مش قادر. طب انزلي درجه شويه، احسني يعني اخدميها، ساعديها، احسنوا الى مبغضيكم، مش قادر. طب بصوا في المستوى الاول بقى اللي هو من بره بره بقى، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم وايه؟ ويضطهدونكم. يبقى انا لو ما قدرتش احب دلوقتي وما قدرتش ابارك وما قدرتش احسن، اعمل ايه؟ في الاول الدرجه الاولانيه ان انا ايه؟ ان انا اصلي. اصلي من اجل فلانه. في مزمور 109 شوفوا داود يقول ايه؟ يقول لانه قد انفتح علي فم الشرير وفم الغش،
تكلموا معي بلسان كذب بكلام بغض. ما في ناس تحب تنقرز الناس بالكلام كده. تقول لها معرفش قوم اعملي ايه، ولا انت بتسوي، وانت مش نا، وانت كذا وانت كذا. معلش سامحوني كلام اللي هو الايه ده، معلش يعني، بكلام بغض احاطوا بي وقاتلوني بلا سبب، بدل محبتي يخاصمونني. انا بحبها وهي بتعمل فيا كده. يقول لك بقى ايه؟ طب النتيجة يقول لك اما انا فصلاة، انا بصلي، وضعوا علي شرا بدل خير وبغضا بدل حبي. يقول لك اما انا ايه؟ اما انا فصلاة. يبقى انا لو ما قدرتش احب دلوقتي اصلي، بعد ما اصلي قلبي ينفتح اكتر، هبدأ احسن، اساعد، اقدم هدية، اعمل حاجة، بعديها هبارك، ربنا باركها وادعي لها بدل ما ادعي عليها. احيانا طب صلي ربنا يعرفش يعمل ايه، دي الصلاة. لا، فهقدر بعد كده بارك، بعد كده هقدر احب. الدرجة الايه؟ الرابعة. وما افرحش لما يبقى في شر عند حد. لا، المحبة لا تفرح بالايه؟ المحبة لا تفرح بالاسم. مرة واحد قال لن ادع اي انسان اخر يهدم حياتي بان يدفعني ان اكرهه. ليه؟ لان لو كرهته انا بهد نفسي، انا بهد حياتي. يا كده يقول لك الكتاب كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير. وبطرس الاولى يقول غير مجازين عن شر بشر او عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين. بالعكس ايه؟ مباركين. يقول باركوا ولا تلعن، عالمين انكم لهذا دعيتم لكي ترثوا بركة. يبقى انا مدعو ان انا مردش عشان ايه؟ عشان ارث البركة. ربنا عايز يديني السماء، ربنا عايز يبارك حياتي ويبارك نفسي ويبارك اللي حواليا. فدي دعوة من ربنا، يقول لو سمحت ما تجازيش عن شر بالشر، ما تشتمش لما تتشتم، ربنا يسامحك، ربنا يبارك، بل بالعكس ايه؟ مبارك، عشان ترث البركة. طب لو عملت العكس مفيش بركة، مفيش نعمة. لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه أن تتكلم بالمكر. يعني ما نقعدش وندمدم ونزم في بعض، ما ندينش في بعض، دي عملت وسوت. لا، روح احكي الأب لاعترافك على أساس إنها دي خطية، أنا بدين، مش هي بتعمل فيا. ما تكلميش مع زميلتك ومع جارتك ومع صاحبتك، ما تقوليلهاش دي بتعمل وبتسوي، لا دي إدانة، دي خطية. وشفتيه أن تتكلم بالمكر ليعرض عن الشر ويصنع الخير، ليطلب السلام. يبقى الواحد يطلب السلام ويجد في أثره، يعني يسعى أنه يبقى في سلام دائم. لأن عيني الرب على الأبرار وأذنيه إلى طلبتهم. ساعتها لو عملت كده اطلبي من ربنا، ربنا يديك، لأنه مبارك. ولكن وجه الرب ضد فاعل الشر، فأنا ما ينفعش أعمل كده، ده ربنا مش يبقى معايا، ده ربنا يبقى ضدي. فمن يؤذيكم إن كنتم متمثلين بالخير؟ اغلب الإيه؟ الشر بالإيه؟ طيب هي كسرت الوصية وغلطت فيك، ما تكسريهاش انت، فانت كده هتكسري برضو الوصية. ما هي ربنا يتصرف فيها، هي حرة مع ربنا، لكن انت ايه؟ ما تأذيش نفسك. هي ممكن تتوب وانت ما تتوبيش، ممكن. قديس يوحنا الذهبي الفم يقول هناك طريق تتخلص به من عدوك، وهي ان تحول ذلك العدو الى ايه؟ الى صديق. ذهبي الفم كان يقولها البابا شنودة على طول. فانا لما قابل العداوة بعداوة انا بزودها ايه؟ اشتعال. ولو قابلتها بسكوت الموضوع يبقى ايه؟ هادي بلا زيادة يعني. طب لما قابل العداوة بمحبة ده هتشيلها خالص. عشان كده احدهم قال ان مقابلة الحب بالحب ده عمل انساني، عمل بشري عادي اي حد يعمل، لكن مقابلة الحب بالكراهية ده عمل شيطاني. طب مقابلة الكراهية بالحب ده عمل الهي.
ده بتاع المسيحيين بس، ده بتاع الكتاب، ده بتاع الوصيه، ده بتاع المسيح، ده بتاع اهل السماء، بتاع اولاد الله كده. السيد المسيح قال ان احببتم الذين يحبونكم فاي فضل لكم، ان سلمتم على الذين يسلمون عليكم. طب قولي لي بقى، اللي اتكلمت عليكي دي جيتوا انتوا الاثنين تصلوا القداس، جنبك ولا قدامك ولا وراك، قبلوا بعضكم بعضا، هتعملي ايه؟ محدش يرد بقى، كل واحد يرد في سيرته. هتقبليها، هيبقى في مصالحه. شوفوا القداس يعلمنا ان احنا نصالح بعض عشان نتناول. ابونا يقول كده، جعلنا مستحقين ان نقبل بعضنا بعضا بقبله طاهره فهش غش، لكي نتناول من موهبتك غير المائته السمائيه بالمسيح، اللي هي التناول، لكي ننال، اللي هي لكي نتناول. فانا لو ما قبلتش، لو ما سلمتش، ما ينفعش اتناول. اتناول ازاي بقى؟ واحيانا يبقى اتنين خصمين، او اتنين زعلين بعض، او اتنين بيتكلموا، او ايا كان. دي تصلي تقول يا رب ما انت شايف هي بتعمل ايه، والتانيه تصلي تقول يا رب انت شايف هي بتعمل ايه. طب ربنا يصدق مين فيكم؟ مش عارف. يبقى احسن الواحد ايه؟ الواحد يجي على نفسه. واحد الشيطان يروح رامي الفكره بس. فلانه دي بتقول على كذا، فلانه دي مش بتحبك، يسيب بس هي كده، ما بيعملش حاجه ثانيه. واحنا بقى ايه؟ ندور فيها ونكبر، عامل زي كره التلج كده، تفضل كل شويه ايه؟ تكبر تكبر تكبر. فالفكره تدخل القلب، والقلب يتملي، والقلب يخلينا نعمل حاجه غلط، شر. مش هطول عليكم، غلبت الشر دي على مستويات. يعني ايه؟ يعني يبقى في شر ممكن الواحد يهرب منه. يقول لك الصديق يرى الشر ويتوارى. الحته دي فيها غلط، الحته دي المكان ده فيه كلام كتير. المكان ده هيبقى مش صالح. يبقى اهرب منه. السيد المسيح عمل كده. السيد المسيح طفل يسوع مش هرب من قدام هيرودس ليه؟ عشان هو مش قد هيرودس. نفخه ده ما فيش، لكن عشان علمنا احنا اهرب من الشر. فهرب لمصر وتكبد عناء وهو طفل مع العائله المقدسه في النجار وام العذراء مريم اللي صايمين صيام، يهرب من الايه؟ الشر. في واحد تاني لا يقاوم الشر، يعني يبقى الشر قدامه يتعمل فيه ما يقاوموش، ما يردش يعني. وده حلو جميل. زي مين؟ زي واحد اسمه اسحاق، اسحاق ابو الاباء. كان اسحاق كان ابوه ابراهيم، وكان ابوه ابراهيم مات، كان حفر ابار. فالابار دي بتاعته زمان، ما كانش فيه الميه في الحنفيات طبعا، كان ايه؟ احفر بير واشرب منه وازرع. يقول لك وزرع اسحاق في تلك الارض فاصاب في تلك السنه 100 ضعف، وباركه الرب فتعاظم الرجل وكان يتزايد في التعاظم حتى صار عظيما جدا. دي بركه ربنا. يقول لك فكان له مواش من الغنم ومواش من البقر وعبيد كثيرون فحسده الفلسطينيون. ما عملش حاجة اسحاق، ما بيعملش حاجة، ده ربنا مباركه، ربنا اللي بيديله. يزرع الزرع تطلع 100، هو ذنبنا؟ ده ربنا اللي عامل كده. يقول لك فحسده الفلسطينيون. هو المسيح عمل حاجة عشان يحسدوه؟ مش بيلاطس فهمهم وفهم ان هم اسلموه ايه؟ حسدا. ده بيعمل كل حاجه حسدا، بيعمل كل حاجه حلوه. طب امال ايه كاترين عليه ايه؟ عشان ايه؟ عشان الحسد. يقول لك وجميع الابار التي حفرها عبيد ابيه في ايام ابراهيم ابيه طمها الفلسطينيون وملؤوها ترابا. هي كده بقى، اهو الابار بتاعتك دي هنحط لك فيها تراب. وقال ابي مالك، ابي مالك اللي هو الملك لاسحاق اذهب من عندنا. طردوا، هجروا، صح؟ هجروا، لانك صرت اقوى منا جدا. اسحاق يعمل ايه بقى؟ الابار دي بتاعت ابوه وهو اللي حفرها، ويقول له امشي. يعمل ايه اسحاق؟ يعمل ايه المفروض يعمل ايه؟ انت اسحاق وانا اسحاق، نعمل ايه؟ ها؟
يقول لك فمضى إسحاق من هناك. عجيب إسحاق. إسحاق ما جاش عنه حاجات كتيرة في الكتاب المقدس لكنه عجيب. ونزل في وادي جرار وأقام هناك. فعاد إسحاق ونبش آبار الماء التي حفروها في أيام إبراهيم أبيه وطمها الفلسطينيون بعد موت أبيه، ودعاها بأسماء كالأسماء التي دعاها بها أبوه. وحفر عبيد إسحاق في الوادي فوجدوا هناك بئر ماء حي، مية حلوة. فخاصم رعاة جرار رعاة إسحاق قائلين لنا الماء، ما المية دي بتاعتنا، الحتة دي بتاعتنا، تقفش هنا، تقعديش هنا. فدعا اسم البئر عسق لأنهم نزعوا يعني منازعة. ثم حفروا بئرا أخرى وتخاصموا عليها أيضا فدعا اسمها سطنة. ثم نقل من هناك وحفر بئرا أخرى ولم يتخاصموا عليها فدعا اسمها رحبوط يعني رحبة، وقال إنه الآن قد أرحب لنا الرب وأثمرنا في الأرض. الرجل ده ما بيزهقش، ما بيزهقش، لا مش عايز الشر يغلبه. طب يقول يا رب ما انت اللي عملت كده، طب هو انا اللي عملت ده، هم ما لهمش، هم انا ماليش ذنب، انت ما بتتصرفش ليه، انت ما بتعملش. في الاخر خالص لما لقى حته بقى واسعه وحلوه وجميله ومحدش خصمه قال له يا رب خلاص ده انت كده ايه، انت كده رحبت علينا واثمرتنا في الارض. الله، هو مش ربنا اللي عمال يزق فيك كده ويتعبك وما بيسمعكش؟ لا، من ايه ده، الناس هم اللي اشرار، طب ما تتصرف. لا، ما يغلبنيش الشر، لا يغلبنك الشر بل يغلب الشر بالايه، بالخير. يقول لك في تيموثاوس الثانية وليتجنب الاسم كل من يسمي اسم المسيح، اللي بيسمي باسم المسيح ده يتجنب الاسم، ما يجيش جنب. يقول لك وعبد الرب لا يجب ان يخاصم، خاصم انت عبد مين، انت عبد الرب. فدي طريقة ان الواحد ايه، ما يقاومش، يبعد. في طريقة ثانية بتاعت الاحتمال والصبر، ده فيها اكليل، واحد يصبر، يصبر، يصبر عليها، معلش ما حصلش حاجة، بكرة تتغير، نصلي. السيد المسيح عمل كده في محاكمته، صبر، مش نقول صبر على موت الصليب وقبله في جسده، يقول لأنكم لهذا دعيتم، فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته. الذي لم يفعل خطية، ما ذنبوش حاجة، ولا وجد في فمه مكر، طب يتجازى على ايه، يتظلم ليه، يتصلب ليه. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، كان يشتم ولا يشتم، واذ تألم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. يصبر ويحتمل، طريقة، هي دي الصليب. طريقة تانية برضو اللي عملها إبراهيم الجوهري، عارفين القصة لما أخوه كان معلم جرجس الجوهري، في واحد بيضايقه كده، واحد بيضايقه زي ما بيحصل كده، يجي يحط هنا حاجته شايلها له، يرش عليه مية، يشتمه، ما عرفش إيه، يا ما يا كذا. فقال لك أنا هقطع لك لسانه، قال له أنا هقطع له، هقطع لك إيه؟ لسان، مش قاضي، قطع لسانه بإيه؟ بالمقص، سكينة، سيف، راح سجنه. وقال له المعلم إبراهيم الجوهري بعت لك الهدية دي، إبراهيم الجوهري بيعيد عليك، صبح عليك. يجي بقى جرجس الجوهري يعدي، فضل يا باشا، فضل حتة دي، فضل ما عرفش ايه، فضل حاجة ساعة، طب حاجة بسيطة كده، مش عارفين نعمل معاكم ايه بصراحة، فضل يا حبيبتي زيك عاملة ايه، قول لك كده ايه اللي حصل. راح لإبراهيم وقال له إيه اللي حصل، قال أعطاك لسان يا راجل، الرب يتكلم. قال له لا، لا يغلبنك الشر بل يجب الشر بالإيه، ويغلبش. زي ما داود عمل مع شاول، كان قدامه وقطع طرف جبته وكان المفروض يقتله، وعمالين يقولوا له بقى إيه، يلا اقتله، ده ربنا وقعه في إيدك. شوفوا التحليل، ادوله الحل يعني إن هو يخلص عليه، هو أنت اللي ساعده، هو اللي جالك عندك أهو ونايم، واللي حواليه الحراس نايمين، ده ربنا بعته لك كده عشان تخلص عليه. قال لهم حاشا، حاشا ان انا مد ايدي وايه، مد ايدي على مسيح الرب، زي ربنا مش معقول، ده في ايدك، ده هو اللي جالك على الطبطاب، لا ما عملش كده. عشان كده الابتعاد عن المعاشرات الرديئه
الابتعاد عنها يخلي الواحد ما الشر ما يغلبوش، لان احيانا الناس ايه خلصتش عليها ليه دي على طول. لا اقول لك ايه، اذا عثرتك يدك اليمنى ايه طح، الاماكن دي بلاش منها، الاشخاص دول بلاش منهم، عشان ايه؟ عشان الواحد يبقى متمثل بالخير ويعمل الخير فيغلب الايه، يغلب الشر. الشيطان يهرب من كلمة ربنا، يهرب من كلمة الشر، يهرب من كلمة ربنا. مش كده الآباء قالوا ليكن لك شاهد من الكتب المقدسة على كل عمل وعلى كل حرب، على كل فكرة، على كل عمل وحش. تقول لا، الكتاب بيقول لي عشان كده الآية دي بتاعت النهاردة، لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير، أنا حطها منهج ليا أرددها كل يوم لما تجيلي فكرة ولا جي أي حاجة، أو أقولها لأصحابي، أقولها للمعارفي، لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالإيه؟ بل اغلب الشر بالخير. قلنا زي ما قلنا الشر ضد الخير، والوصية هي الخير. الكتاب قال لك لا تجاوب الأحمق حسب إيه؟ قال لا تجاوب الجاهل حسب إيه؟ حسب حماقته، لألا تعدله هتبقى زيه. وفي الحالة دي أنت اللي هتخسر مش هو. أنت اللي هتخسر نفسك. فاكرين السيد المسيح لما جم يقبضوا عليه؟ بطرس عمل ايه؟ هو جايين يقبضوا عليه، ده خير ولا شر؟ ده شر. يقبضوا عليه ده مظلوم. ده المسيح ده ابن الله. مفيش فرق. ده حسد. يا نضرب يا رب. بطرس سأل سؤال وما استناش الإجابة. مش كده خلي بالكوا الشر متسرع. ما تطوعيش لسانك. تطوعيش ايدك، ما تطوعيش فكرك، استنى، تستعجليش. الاستعجال الفكرة اللي بتزن دي من الشيطان على طول. انا اضرب يا رب، المسيح ما اتكلمش، ما جاوبش، راح مطلع خلص على طول، راحت فيها ودن ملخص. كويس ان نشكر الله ما قتلش، كان ممكن معرض انه يقتل. خلي بالك ان الشر لما بيبدأ صغير، فانت ما تتوقعيش النتيجة ايه، تكبر وتكبر بصورة محدش يقدر يتخيلها، توصل للقتل. ممكن توصل للقتل، حصل، ما هي فكرة شريرة دخلت عند قايين، وهابيل ملوش ذنب، ده ربنا اللي قبل، وقايين هو اللي غلطان، هو اللي ما قدمش حسب المرسوم وحسب القانون، ده حاجة كلش إن كان. فقال لك هو ده السبب، هو ده السبب. فظن السوء زي ما بيقولوا، والمحبة لا تظن السوء، فرح قتله. طب يا عم ربنا قال له ايه؟ ان احسنت افلا رفع. هو انت مش كنت قعدت تفكر مع نفسك شوية وتقول تأجل شوية الشر ده، وتقول ما أنا ما قدمتش ذبيحة، وهو قدم فتقبلت، ما قدم أنا كمان ذبيحة تتقبل. إن أحسنت أفلا رفع. لا، ما عملش كده. مرة واحدة كانت تروح تعترف عند أبونا، كل ده جوزي بيعرف واحدة، جوزي طباعه ما بقتش كده، جوزي في حاجة جواه، جوزي قعدت سنين طويلة بالظن ده، سنين طويلة بالظن ده، عكننت على نفسها وعلى حياتها وعلى أولادها بالظن، مش بالحقيقة يعني، لغاية ما جالها يعني بعيد عنكو المرض الفتاك ده. وراح أبونا راح يزورها، يقول لقاها، انتوا عارفين يعني المرض ده بيعمل ايه في الواحد يعني، سنتها المرض ده جالها من ايه؟ عشان بتغلي جواها، بتظن في جوزها الظن وحش. قالت له يا ابونا انا عايز اعترف. اعترف. قلت له فاكر يا ابونا انا كنت بعترف لك دايما بايه؟ قال لها بايه؟ ان جوزي انا شك فيه. قالت له جوزي ده طلع قديس. انا قعدت سنين انا بظن فيه حاجه وحشه. والراجل طلع بريء. وعكننت على نفسي وعلى اولادي وعلى حياتي. قعدت سنين طويله. وقالت له احكي الحكاية دي يا ابونا عشان ايه؟ عشان نستعى. بعدها بيوم ماتت،
انتهي خلاص. بس ايه فضلت ايه؟ تظن المحبة لا تظن الايه والجواب اللين. يبقى الواحد ما يستعجلش في الرد، يتمهل، يسكت، يفوت، يأجل، يأجل الفكرة الوحشة عشان تروح، يرشم الصليب، يصلي صلاة يسوع، يغير المكان، يغير الحالة اللي هو فيها، يفتكر الوصية لا تجاز عن شر ولا شتيمة بشتيمة، لا يغلبنك. الواحد يصلي أبانا الذي سره، وبعدين يروح يعترف، ما يأجلش الاعتراف ويكشف الأفكار دي لأب اعتراف. الشيطان يتفضح ساعتها، ياخد إرشاد ويصلي من أجل الناس. يبقى الإنسان المسيحي، السنة المسيحية دي مدعوة لعمل الخير عشان ترث البركة، تكون نور وسط الظلام اللي في العالم وسفيرة للسماء، فترث البركة، ترث الحال الأبدية، تغلب الشر. والشر إيه؟ ما يغلبهاش، لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.